السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً سعادتك. أهلاً. أهلاً سعادة الدكتور، كيف الحال؟ نورتنا. الله حياك الله يا دكتور. نور بأهلها إن شاء الله. الله يخليك. مرحبا. تسلم. سعادتك إحنا بنخليك مع فريق العمل للتجهيز والاستعداد. العفو. أهلاً بكم. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذا في حلقة اليوم سنناقش التعليم العالي ومستقبله مع سعادة الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة في هذا الجو الجميل وفي هذه المنطقة الحلوة. الله يعافيك. أمور ثقافية، فلسفية، صحية، تاريخية. دمتم بخير وإلى لقاء آخر.